ليش ما يعني الكفاءات هاي العراقية الموجودة برا هناك تحسس كبير منهم؟ منذ اللحظة الأولى للوصول، وأنا أتابع على القنوات والبرامج، هناك يقول نحن نرحب، ولكن كيف يأتي شخص صار له 20 سنة برا البلد والآن يأتي يريد أن يترأس ويأخذ ويستفيد ويقود؟ كيف؟ وين كان أيام المعاناة؟ وأعتقد هذه حتى طرحت في أيام فلاح حسن في وقت لما رشح، وقال لك 20 سنة في أمريكا وما أدري منه جاي الآن، ويمكن الكابتن شرار لما رجع للبلد أيضا سمع مثل هاي النغمة. صحيح. يا جماعة، أنت لو تبقى تعامل العراق الداخل وعراق الخارج، هذا البلد يعني حرام أنه يتعامل به الشكل هذا. هناك عراقيين عايشين برا يعني يقدمون خدمات للوطن تفوق ما يقدموه وفود رسمية تكلف الدولة ملايين الدولارات وتطلع. ناس بسطاء أو في مواقع العمل بأدائهم بعلاقاتهم بنتاجهم بمواقفهم المشرفة حضورهم أفضل صورة عن العراق، حضورهم بالمحافل الدولية. يا أخي أنت بالضبط، أنت هناك للأسف، وهذا من يقوم بها؟ يقوم بها حقيقة الجهلاء الذين لا يرون أبعد من مصلحتهم الخاصة، يرون كل من عاد من الخارج. يعني مرة واحد قال لي، يعني قال ليها بالوجه، قال يعني يصير واحد عايش برا 20 سنة يجمع دولارات ويرجع يصير بالعراق يريد ياخذ منصب وشي؟ قلت له يجمع دولارات يرسلها للبلد بدل ما يهرب دولارات من البلد. يا أخي صحيح، ما انت في ناس تهرب مليارات وساكتين عليهم، اللي يجمع دولارات من الشرق ومن غرب ويبعثها للعراق، فاتح بيوت ايتام ويساعد ناس وغيره، انت تتحفظ عليه. هناك كثير عراقيين لديهم خبره، لديهم علاقات تفتح لك اكبر باب، ولديهم المعرفه، ولديهم حب الوطن. صحيح. اللي يترك امتيازاته اللي في الغربه وياتي يريد يعمل في البلد، شو اللي يستفيد من البلد؟ نعم، يريد يخدم. صحيح. هذا بلده، ماشي، شبابه، مستقبله. طيب.